ايه ده؟ ده الديك يا مولاي. جايبة ديك ليه؟ جايبة الديك عشان اصحيك. ده اللي بيقول كوكوكو في الفجرية. ايه السرندوق ده؟ سرندوق؟ ده المرناه. مرناه ايه؟ المرناه، وبالعامية يعني الفيزيون. فيزيون؟ ايوه، انت ما شفتوش قبل كده؟ هشوفها فين يا اختي؟ ام الملك ساسان وجزر الهند والصين، وما شفتش الفيزيون؟ اصل في حاجات بتطلع ما بيقولولناش عليها. هو بيعمل ايه الفيزيون ده؟ بلغني ايها الملك العنيد. ايوه. ابو مخ زي الحديد. ليه لا؟ ان الانسان بالعلم استطاع ان ينقل الصوت والصوره الى كل البقاع، وانه صنع انسان صرف عليه 6 مليون دولار. 6 مليون هورر؟ يعني 6 ارانب. وكان اعجوبه الاعاجيب. واتفرج شوف ايها الحبيب. انقطاع الإرسال فسكت عن البث في الحال، ونكمل بكرة يا ابن الحلال لو كان لنا عمر يا مولاي. لا 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 لا، كملي كملي دلوقتي. ما اقدرش، هكمل بكرة. لا لا لا، بكرة ايه؟ انا ما عنديش بكرة، انا اول باول، ما فيش بكرة. خلاص، يبقى ما فيش كمالة. لا انا عايز اعرف ايه اللي حصل الراجل ابو 6 مليون هورر ده. يوه يا مولاي، وده يجي ايه جنب الرجل الاخضر؟ ايه زرع ده؟ ايه يا مولاي، هو انت معي خالص كده؟ لا انا خالص، ما فيش. فلما كانت الليله الثانيه بعد المئه الثالثه، ظهر على شاشه التلفزيون الرجل الاخضر، وكان ادهم 6 مليون دولار مان واخضر. فاتفرج يا مولاي وتدبر. أدرك الانقطاع الإرسال فسكت عن البث في الحال، ونكمل بكرة يا ابن الحلال لو كان لنا عمر يا مولاي. يعني زي ما تبقينا مع حضراتكم، الفزورة أعتقد سهلة، يعني سهلة صح؟ شخص ولا آلة بقى؟ هي آلة بس صنعوا شخص. آلة صنعها شخص؟ لا، الموضوع صعب كده. صح؟ الموضوع كده. انا حاسه ان انا ليفل الوحشه صعب عليكم الموضوع. انا حاسه ان احنا ممكن نعمل فزوره برده. ايه الفيلم اللي كان شغال اللي كان فيه رجل اخضر؟ لا دي فزوره ثانيه، يعني خليها يعني بعد رمضان نبقى نفكر في الموضوع ده، عشان انا عارف يعني جمانه بتحب الفوازير وبتحب الدراما. اه بالظبط، فممكن نعمل ده احنا بعد رمضان، نعمل سيزون مختلف. لكن خلينا دلوقتي في فزوره استاذ سمير غانم. ماشي، يعني اللي يعرف طبعا. طب بس محتاجه افكر. ايه الثقه؟ محتاجه افكر عشان حاسه الموضوع صعب. انت عرفتها؟ على اي حال مشاهدينا، يعني هي دي الفزوره اللي احنا تابعناها مع حضراتكم ليا الاستاذ سمير غانم وليلى علوي. هنستنى اجاباتكم على مواقع السوشيال ميديا الخاصه بينا خلال الحلقه، علشان نعرض اسامي، يعني اسماء الاشخاص اللي هيقدروا اللي هم يجاوبوا على الفزوره، ومن بينهم جمانه طبعا.